حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون: هل في اعتراف بالحب او بالاعجاب او حتى في خطوبة في الطاقة القريبة اللي جاية لكم؟ يعني هنشوف الطاقة القريبة اللي جاية لكم، هل يكون في اعتراف من حد، حب، اعجاب، هتعرفوا مشاعر حد انتوا مثلا شاكين ان هو فعلا بيحبكم او ان هو فعلا معجب بيكم. وكمان نشوف مواصفات الشخص ده ايه، يعني كمان لو لقينا ان في حد عاوز يعترف او حد عاوز يقول هنعرف مواصفاته ايه بالظبط عشان انت تبقى عارف ومتأكد ان الشخص ده. طيب القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسمك انت او باختيار الأحجار، تمام؟ الحجر الأول الحجر الأزرق. الحجر التاني الحجر الأصفر. طيب لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. لو حد عاوز قراءه مدفوعه يتواصل معايا على رقم الواتساب بس بقولكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نبتدي باول قراءه ونشوف يا ترى الشخص ده مين، وهل في فعلا حد عاوز يعترف لك، حد عاوز يقول لك انه معجب بيك، هل في حد حاطط نيته عليك ان هو عاوز يرتبط بيك ارتباط رسمي ولا ايه؟ تعالوا نشوف طاقتكم القريبة وطاقتكم دلوقتي كمان، يعني هنشوف الطاقة دلوقتي وبعد كده نشوف الطاقة القريبة ونشوف الناس اللي حواليك ايه. تعالوا نشوف طاقتكم انتوا دلوقتي اخبارها ايه وبعد كده نشوف طاقة الناس اللي حواليكم، واذا كان في حد عاوز يتكلم معاكم، حد عاوز يعترف، اي حاجة هنقولها طبعا زي ما انتوا عارفين. وكمان هنقول مواصفات، يعني مش بس هنقول ايوه لا، كمان هنقول مواصفات الشخص ده. طيب تعالوا نعرف طاقتكم دلوقتي. انا شايفه اول كارت طلع لي ان في حد او في طاقات كبيره منكم، اشخاص كتير يعني في الطاقه، يعني ادام طلع اول كارت يبقى في اشخاص كتير حاسين بكده، ان انتوا زي ما يكون عاصفه جت في حياتكم، تغيير مفاجئ جه في حياتكم، في شغلكم، في علاقتك العاطفيه مع حد حسيت بتغيير مفاجئ، حسيت ان الشخص ده انت ما كنتش تعرفه مثلا، اكتشفت حاجه، عرفت حاجه مؤخرا، اكتشفت ان حد بيضحك عليك، حد ما كانش صادق معاك، حتى لو في الشغل اكتشفت ان في ناس مثلا مش كويسين عايزين يورطوك في حاجه. فاول كارت طلع لي كارت العاصفه، فانت جاي حاجه عليك الفتره القريبه اللي فاتت او انت لسه في الطاقه دي، ان زي خبر سمعته نزل عليك زي العاصفه. طيب كمان بيقول لي ان الكارت ان الطاقه بتاعتك الشكرة الطاقية بتاعتك السادسة فيها خلل. كمان بيقولي ان انت صابر على امر ما، في صبر، انت مستني حاجة معينة، مستني وقت يعدي عشان تعمل حاجة، او ممكن تكون انت في سفر، ممكن تكون انت عايز تسافر او انت في سفر ومستني تنزل، او انت عاوز تسافر ومستني الوقت المناسب ليك عشان تسافر، في حاجة اصحاب المجموعة رقم واحد مستنيينها بفارغ الصبر. تمام تعال نشوف اكتر. طيب كمان انا شايفه طاقتكم دلوقتي ان انتوا بتدوروا على الحب او بتدوروا على الشخص المناسب، يمكن مفيش قدامكم حد مناسب دلوقتي، ممكن يكون انتوا مفيش حد مناسب قدامكم دلوقتي، او انتوا في شخص مناسب قدامكم وانتوا شايفين ان الشخص ده اوكي حلو ومناسب ليكم، بس صابرين ان الشخص ده يعترف، مستنيين مثلا ان الشخص ده يبادلكم نفس الاعجاب، مستنيين الشخص ده يتكلم، مستنيين عليه يعني، او مستنيين ان انتوا تبقوا مع بعض. تمام، انت قافل على قلبك ومستني الشخص ده، يا اما انت قافل على قلبك ومفيش حد مناسب دلوقتي، يعني في طاقتين، ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده. طيب كمان انا شايفة ان انت بتدور على راحتك النفسية وراحتك الجسمانية وكمان سعادتك، انت بتدور عليها في اي حتة وفي اي مكان ومع اي اشخاص، بقيت عاوز راحتك انت، يمكن انت بقالك فترة بتبص للناس وما بتبصش لنفسك،
ما بتهتمش بنفسك، ما بتهتمش براحتك النفسية، براحتك الجسمانية، لا بتيجي على نفسك قوي علشان خاطر اللي حواليك. ابتديت دلوقتي ان انت تحس لا، ان نفسك عليها حق، يعني عليها حق ان انت تديها اللي هي مستنياه منك، مش ان انت تشوف الناس اللي حواليك وانت لا. لا، نفسك برضو محتاجة منك ان انت تبص عليها. فانت دورت، او دلوقتي بقيت تدور على سعادتك انت الشخصية، على شفاء روحك، على سعادتك النفسية. طيب انا شايفة ان انت بطاقة حسد شديدة، الناس بصلك في حياتك، بصلك في اي حاجة انت بتعملها، يعني يمكن انت من الناس اللي تتأثر جدا جدا بالحسد. ممكن يكون ما عندكش الحاجة الأوفر يعني اللي تخلي الناس تبصلك، بس برضو الناس عينيها عليك وتبصلك، ملاحظة خطواتك، ملاحظة انت بتعمل ايه. يمكن عندك حاجة انت مش حاسس بقيمتها، بس الناس بصلك عليها وبتحسدك عليها. باخد لكم كارت كمان، يا ريتني ما خدته. انتوا طاقات كبيرة قوي منكم، قلبكم مكسور بسبب شخص، بسبب موقف، بسبب كلام. ممكن يكون العاصفة اللي انا شفتها في الاول دي بسبب كلمة حد قالها لكم. المهم ان انتوا قلبكم مكسور، تعبانين قوي من جواكم. يعني انتوا عندكم حسرة، عندكم ندم، عندكم جرح عاطفي، او حد خان عهدكم، حد خان العهد، او العهد اللي ما بينكم انتوا الاتنين. حد قال لكم كلام كسر قلبكم، وجعكم، حسيتوا بعاصفة زي اللي انا شفتها في الاول دي. فده كان ملخص طاقتك انت دلوقتي، او اللي انت شاعر بيه او حاسه دلوقتي، او في الطاقة القريبة اللي فاتت يعني. تمام، يعني ممكن تكون الحاجات دي حصلت قبل كده بس مأثرة فيك لحد دلوقتي. طيب تعالوا بقى نشوف في حد في حياتك حواليك عايز يعترف لك، عاوز يقول لك انه معجب بيك، في حد معجب بيك في محيطك، او عاوز يقول لك ان هو بيحبك، او اي حاجة زي دي يعني. او في خطوبة، حد باصص عليك ان انت تبقى شريكه او تبقى معاه. تعالوا نشوف مجموعة رقم واحد، عايزين نعرف اذا كان في اعتراف بالحب ليهم، او اعجاب، او خطوبة في الطاقة القريبة اللي جاية. طيب تعالوا بقى نشوف، هنحط كده بسم الله. تعالوا نكمل ونشوف. طيب نشوف اول كارت. ما شاء الله ما شاء الله، يعني من اولها كده مبشرة مبشرة مبشرة. يعني انا بتكلم مع الناس اللي يمكن يأست ان هي تلاقي حد كويس، او ان مفيش شخص هي حاسة بيه. انا بتكلم طبعا على شاب او بنت بيسمعني، مش بتكلم على بنت بس، لا شاب وبنت، اي حد يعني كان يائس، مكانش يلاقي الشخص المناسب، او اتغدر بيه في حياته، او مش لاقي العوض اللي هو بيحلم بيه، او حاجة زي كده. يعني اول كارت ما شاء الله ما شاء الله بيقول لي احتفالات، بيقول لي في فرحة، بيقول لي في نصرة. لو حد مظلوم او حد جه عليه، لا انت عندك نصرة باذن الله، عندك فرحة جايالك، عندك احساس بالسعادة جايلك باذن الله. تعالوا نشوف اكتر. فرحة برضو يعني ما شاء الله. بصوا الكارت ده برضو مش معناه اللي هو علاقة ثلاثية فقط، لا ده برضو بيدل على الاحتفال والفرحة، خصوصا اللي هو جاي قبليه كارت فرحة. فانت ان شاء الله عندك فرحة. طب عايزين نعرف الفرحة دي ايه. الفرحة دي عوض، لسه بقول لسه بقول انا لسه ما كنتش قلبتها. لو تلاحظوا الفرحة دي عوض من عند ربنا. انت الظاهر كده ان انت مريت بحاجة صعبة في حياتك، تعبت، مريت بظروف يمكن من صغرك وانت تعبان، او شايل مسؤولية، او مش لاقي الفرحة في حياتك عامة، ومش لاقي حد يعوضك الفرحة دي.
زي ما شفت برضو في الكروت، لو تلاحظوا هنا انت قافل قلبك، شفتوا انت حاطط قلبك في ايه، زي قفص كده او حاجة، محتفظ بمشاعرك، محتفظ بقلبك، بكل اللي انت بتحسه لنفسك. ليه؟ لان انت خايف على احساسك قوي، وخايف ان انت تتظلم او تتجرح او تتكسر، زي برضو ما في كروت الانرجي بتاعتك طلع ان انت قلبك مكسور. ففي عوض للاشخاص دي، الناس اللي مجموعة رقم واحد، في فرحة، في سعادة، وهتكون فرحان وسعيد، والناس كمان هتفرح لك. يعني لو في ناس حواليك زعلانين عليك مثلا، او زعلانين على الحالة اللي انت فيها، لا الناس دي هتفرح لك من قلبها. انت اتظلمت، انت اتوجعت، وربنا هيرد لك حقك، هيجيب لك حقك، وهيعوضك خير، وخير كبير قوي 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 من اللي انت فقدته. وهتحس ده وهتعرف ده قريب ان شاء الله. طيب، واو. بصوا بقى يا مجموعة رقم واحد، والله يعني انا فرحانة لكم، الكروت اللي قدامي دي انا فرحانة لكم. الظاهر كده ان اغلبكم مر بعلاقة سابقة، العلاقة دي دمرته، خليته يفقد الثقة في الناس، خليته تعبان، خليته عنده حسرة، يحس ان كل الناس زي بعضها مثلا، او كل الناس هتعمل فيه زي اللي حصل. خليته في التينو كارت، التين اوف سورد، او طاقة التين اوف سورد. يعني انت كنت عيني في طاقة زعل شديدة شديدة شديدة، او يمكن انت لسه لحد دلوقتي في نفس الطاقة دي. طيب، الكروت بتقول لي، او التسلسل بتاع الكروت بيقول ان اول كارت فرحة، تاني كارت فرحة، انت هتفرح من قلبك، وهتحس بطعم وحلاوة العوض اللي ربنا هيجيبهولك. لان انت اتظلمت، وربنا ما بيسيبش حق مظلوم خالص، طبعا زي ما احنا عارفين ربنا مش بيسيب حق حد نهائي. انت هيجيلك حقك، وهيجيلك شخص يعوضك عن الشخص القديم ده، او عن العلاقة القديمة دي، او لو حتى انت ما كنتش في علاقة، بس انت ظلمت في حياتك كتير، انت ربنا يعوضك بالشخص ده. الشخص ده هيكون لك توأم روح، the lovers، هيكون توأم روح، هيكون في كل اللي انت بتتمناه، كل حاجة انت تمنيتها هتلاقيها في الشخص ده كعوض ليك. طيب، انا شايفة ان الشخص ده بيراقبك دلوقتي في الطاقة الحالية. الشخص ده بيراقبك وعارفك، بيراقب انت بتعمل ايه، او بتتكلم مع مين، او مين الناس اللي حواليك، مين صحابك، مين اهلك، بيجمع عنك معلومات، يمكن بيبص عليك، بيشوفك، بيراقبك. تمام. الشخص ده انت لما تعرفه هتحس ان هو نصك التاني. تمام. طيب، يبقى الشخص ده في محيطك، وبيبص عليك، وبيراقبك، وبيعرف اخبارك. طيب، برضو الشخص ده هيكون لك العوض، وهيكون لك النصر، هيكون لك كل حاجة انت كنت تتمناه. ده برضو، ده تاني كارت يأكد لي ان بعد كسرة قلبك اللي طلعالي هنا، وكانت طالعة كمان في كروت الانرجي، هيجي لك ده كارت العدل. يعني العدل، ربنا هيعمل العدل. الشخص اللي تعبك، الشخص اللي ظلمك، ربنا هيجي لك حقك منه، وفي نفس الوقت هيديك شخص احسن منه بمراحل بمراحل. طيب، بصوا، الشخص ده هيبقى نيته ليك خير خالص. يعني انت من اول كده هتعرف ان الشخص ده نيته ليك خير، مش نيته ليك اي حاجة وحشة وكده، لا. وهيبقى نص اخ التاني، او انت هتحس ان هو شبهك قوي، لان ده السول ميت. السول ميت زي ما انتوا عارفين يعتبر زيك بالظبط، انتوا الاتنين واحد. طيب، عايزين نشوف بقى الشخص ده بيراقبك، هيكون في منه اعتراف، هيكون في منه هيجي يتكلم معاك، هيقولك انه عاوز خطوبة، هيقولك ان هو معجب بيك. انا طبعا بتكلم على البنات، لكن لو شاب بيسمعني فالبنت دي، ايوه هي عينيها عليك ومراقباك، ولكن طبعا هتستنى ان انت اللي تكلمها، وانت اللي تبتدي معاها. تمام. طيب، هنشوف بقى الشخص ده عاوز ايه، او كده خطوبة، ولا عايز يعترف، ولا عاوز يعمل ايه. طيب،
هو عامة الشخص ده معجب بيك، في طاقة انجذاب شديدة من ناحيتك، حاسس بانجذاب قوي، ان هو معجب بتفاصيلك، بشكلك، بشخصيتك، بكل حاجة، وانت زي ما تقول كده شده او سحره او محسسه احساس غريب. تمام، هو حاسس من ناحيتك احساس غريب ومشدود له، يمكن مش قادر يفسر مشاعره دلوقتي، وحاسس ان في انجذاب قوي وبيراقبك وكل حاجة، ونيته من ناحيتك خير، بس برضه مش قادر يعني يعرف مشاعره او يحس بمشاعره قوي، او يعرف ان ده فعلا زي ما بيقولوا كده توأم روح. يعني يمكن بيحصل حاجات غريبة معاه، ولكن مش قادر يعرف ان ده انجذاب بسبب ان انتوا توأم روح. تمام، عشان كده هو منجذب ليك، ولكن هو مش باين لك او مش معرفك، او يمكن بيبين ويجري يمشي، لان هو برضو خايف من المشاعر اللي جواه دي، ومش عارف يحددها، ومش عارف هو فعلا الانجذاب اللي جواه ده حقيقي ولا ايه. طيب، هو عامة الشخص ده انا شايفة ان في اعتراف بالحب من ناحيته، مش بالاعجاب او حاجة، لا، هيكون في اعتراف بالحب، وهيكون في فرحة ليكم انتوا الاتنين مع بعض. اول كارتين طلعوا لي فرحة، يعني ما شاء الله، وباين جدا ان مجموعة رقم واحد اتظلمت في حياتها وتعبت قوي في حياتها، ويمكن قدرت ناس، الناس دي ما قدروهاش، ومستنيه حقها من يرجع من عند ربنا، وفعلا الحق ده هيرجع من عند ربنا وهتحس بيه، وكمان هيجيلك الشخص اللي يعوضك خير، اللي هو الشخص اللي انا بتكلم عنه ده، بس هو يمكن مشدود قوي ليك، ومش عارف اذا كان هو مشدود كده ليه، او الاحساس اللي جواه ده احساس غريب. تمام، فالشخص ده انا شايفه ان هو هيكون في تقديم لعرض حب. طيب تعالوا نعرف كده اي مواصفات عنه عشان انت تبقى عارفه. تعالوا نعرفه. هو شخص عادي، شخص متحمل للمسؤولية، شخص ما بيبصش لماضي، يعني ما بيبقاش عايز يبص الماضي، بيبقى عاوز يعيش الحياة المستقبلية، ما يبصش للماضي، يركز في ماضيه اكتر، بيركز في مستقبله اكتر من ماضيه. شخص عنده جرأة، عنده كاريزما، عنده قوة شخصية، بيعرف يتحكم في الأمور كويس جدا جدا جدا، بيحب من قلبه، وشخص وسيم جدا، ما بيقبلش بالخسارة خالص، يعني عاوز حاجة بياخدها. طيب تعالوا نشوف الشخص ده ممكن يكون شغال ايه. ممكن يكون شغال في حتة بعيدة عنك، انت في مكان وهو في مكان، او شغال حاجة معروف فيها ستار، يعني معروف ناس تعرفه، او شغال مثلا على السوشيال ميديا وفنان مثلا، او حاجة زي كده، او هو يعني ليه موهبة معينة، والموهبة دي معرفة على ناس كتيرة. تمام، او شخص بيفكر كتير في شغله وبيحسب كل حاجة هو بيعملها، او شغال برضو، مش عارفة دي جايلي برضو ان الشخص ده مشهور وناس تعرفه، برضو نفس الكارت يعني، او بيقول لي نفس المعنى، ان الشخص ده مشهور وناس كتير تعرفه، مش لازم ناس كتير يعني يكون من البلد كلها، يعني ممكن يكون ناس كتير في محيطه عارفينه، زي مثلا دكتور جامعة، بيبقى الجامعة كلها عارفاه، يعني ده اللي انا اقصده. تمام، فالشخص ده باصص عليك دلوقتي وبيراقبك، وحاسس من ناحيتك احساس ومش قادر يترجم مشاعره دي كويس. طيب عاوز منك ايه؟ عاوز يعترف بالحب ناحيتك. انا يعني مش شايفه ان هو لسه في مرحله الاعجاب، هو عدى مرحله الاعجاب، لان انتوا الاثنين صور ميت. تمام، طيب انا كده خلصت المجموعه رقم واحد، عايزه بقى اقول لكم الابراج اللي طلعت. طلع برج الدلو، ممكن يبقى برجك او برجه عادي، برج الجوزاء، برج الميزان، برج العقرب، برج الاسد، برج الحمل، والعقرب تاني، والميزان تاني، والجوزاء تاني، بس كده. تمام، طيب انا كده خلصت مجموع رقم واحد، خش بقى في مجموعة رقم اتنين. بس ما تنسوش، لو قلتوا اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله، ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب اسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نشوف مجموعة رقم اتنين اخبارها ايه. طيب نخش في مجموعة رقم اتنين، بأول حرف من اسمك زي ما اتفقنا، أو باختيار الأحجار، وده الحجر الأصفر،
مجموعة رقم 2. طيب تعالوا نبتدي ونشوف طاقة مجموعة رقم 2 عاملة ازاي. طيب انتم في بدايات يعني كارت ذا صن كارت رقم 1 في كروت الانرجي، فممكن تكونوا انتوا بتبتدوا بداية جديدة في علاقة، بتبتدوا بداية جديدة في شغل، عاوزين ان انتوا تبتدوا بداية جديدة في حياتكم عامة، او بتفكروا في كده يعني عاوزين ترموا كل الماضي ورا ظهركم وتبتدوا حياة جديدة بشمس جديدة بأمل جديد وتفاؤل جديد، يعني فاهماني؟ طيب تعالوا نشوف اكتر انتوا طاقتكم عاملة ازاي. بتدوروا على راحتكم النفسية وسعادتكم، بتشوفوا سعادتكم فين وتروحوا وراها. يعني انتوا مثلا لو ان انتوا هتبقوا سعداء لو انتوا قعدتوا لوحدكم مثلا، او ان انتوا رحتوا في حتة معينة بتروحوا تعملوا الحاجة دي. يمكن زمان ما كنتوش بتعملوا كده، لكن دلوقتي لا، انتوا بقيتوا تشوفوا انتوا ايه اللي يريحكم وايه اللي يبسطكم وايه اللي يحسسكم بالسعادة الداخلية وتعملوه. تمام. طيب كمان انا شايفة طاقة منكم ان انتوا محتاجين تقربوا من ربنا اكتر، او انتوا قربتوا من ربنا اكتر الفترة دي او الفترة القريبة اللي فاتت. في قرب من ربنا، يا انت محتاج تقرب من ربنا. يعني لو انتوا دلوقتي سامعيني في مشاكل كتير عندكم او في مشكلة مش عارفين لها حل، فالكارت ده يعني بيدلكم وبيقول لكم بيرشدكم يعني ان انتوا تقربوا من ربنا، هتلاقوا عند ربنا الحل طبعا، ده مفيش كلام. تعالوا نشوف اكتر. عايزين تسيبونا وتروحوا رحلة. انتوا بتفكروا ان انتوا تغيروا حياتكم، تغيروا المود اللي انتوا ماشيين بيه، لا تروحوا في حتة جديدة، تطلعوا رحلة. في منكم عاوز يسافر او نفسه ان هو يسافر او يروح دولة تانية، يشتغل يروح دولة تانية، انه فقط يتفسح مثلا او يشوف ناس جديدة في حياته، غير جو يعني، في كده وفي كده. المهم ان انتوا عايزين تبتدوا بدايات جديدة، تبسطوا نفسكم، تقربوا اكتر من ربنا، تروحوا رحلة تغيروا فيها جو. كمان انا شايفة طاقة منكم ان انتوا في حالة تأمل دائم الفترة دي، بتأملوا وبتسرحوا كتير وبتبصوا للسما كتير، بتدعوا ربنا كتير. يمكن في حالة تأمل كده وخيالات، وتعيشين مع نفسكم كده في الخيالات وفي التأمل. طيب كمان انا شايفة طاقة منكم، يا انتوا مكونين عيلة سعيدة او انتوا نفسكم تكونوا عيلة سعيدة. بس الخيال ان انتوا نفسكم تخيلوا تعملوا عيلة سعيدة، يكون فيها ترابط، يكون فيها حب، يكون فيها سعادة. انتوا بتدوروا على العيلة السعيدة، او يمكن انتوا في بيتكم في مشاكل او حاجة زي كده، وعاوزين ان المشاكل دي تخلص وانتوا تبقوا كويسين وعيلتكم سعيدة. ده لو مش بتكلم يعني على مستوى الشخص ليك انت، يعني لو المستوى الشخص ليك انت، فانت بتدور على شخص وتكون معاه أسرة سعيدة، ويكون الشخص ده اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوزه. تمام. ده لو على المستوى الشخصي. طيب شوف لكم كده. طيب كمان انتوا بتدوروا على التقدير في حياتكم، ان انتوا تبقوا مقدرين. يعني انتوا بتدوروا على التقدير وبتدوروا على شخص يكون لكم السعادة، يكون لكم الفرح. تمام. طيب كمان انتوا، انا شايفة ان انتوا متعلقين بشخص، متعلقين بحاجة، في تعلق، يا تعلق بشخص يا تعلق بمكان. مش لازم يعني يكون شخص، ممكن يبقى مكان، ممكن يبقى شغل، ممكن يبقى اي حاجة، مش لازم يبقى علاقة عاطفية وانت متعلق بيها يعني. تمام. فبس انا شايفة الكارت ده بيقول لي ان انت في طاقة تعلق على حاجة الفترة دي. انتوا قادرة بقى كل واحد وطاقته. طيب احنا كده شفنا الطاقة بتاعتك عاملة ازاي. تعالوا ننتقل ل هل في حواليك شخص عاوز يعترف لك بالحب، معجب بيك، بيفكر فيك ان انت هتشاركه ويبقى في بينكم خطوبة، يعرض عليك الخطوبة والزواج، في الطاقة القريبة اللي حواليك. طيب ولو في كمان هقول لكم مواصفاته ايه. طيب تعالوا نشوف الطاقة القريبة المجموعة رقم 2. فيها ايه وبتقول لنا ايه.
طيب تعالوا نشوف يا سيدي، ده حد اهو بيفكر فيك من اولها. مجموعة رقم 2، في حد بيفكر فيك زواج يعني على طول كده. انتوا يعني من الاول كده ما شاء الله، ده حد نايم صاحي. طيب يعني من اولها كده زي ما بقول لكم، الشخص ده نايم قاعد ماشي بيشتغل في اي حتة، هو بيفكر فيك، انت شغل تفكيره 24 ساعة، ما بيبطلش تفكير فيك خالص. طيب الشخص ده باصص لك، يعني هو عاوز يجيب من الاخر، الشخص ده باصص كزواج، ارتباط بزواج، يعني شايفك شخص مناسب ليه، ومش بيبص ان هو مثلا معجب او عاوز يقول لك انه بيحبك او اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، لا ده هو باصص على طول، ولا خطوبة يعني، ده باصص على طول زواج، ال 10 of pentacles. طيب الشخص ده انا شايفاه ان هو شخص عملي جدا، بيحب شغله قوي، ناجح في شغله، شخص راسي عاقل، متزن، تعرف تاخد منه الكلام، تعرف تاخد منه رأي، قنوع جدا جدا باللي معاه، شخص ذكي لماح، عنده كاريزما، شجاع، ما بيخافش من المخاطر، يعني يخاطر عادي ما عندوش مشكلة، ما بيقبلش بالخسارة نهائي. يعني مجموعة رقم 1، انت الشخص اللي بيفكر فيك ليل نهار او في محيطك، او سوري، مجموعة رقم 2، انت الشخص اللي بيفكر فيك ليل نهار وفي محيطك، يعني الشخص ده بيفكر فيك كارتباط رسمي. من صفاته ان هو شخص عاقل كده، هتلاقيه رزين، ويعني ممكن ما بيحبش التغيير او روتين، ما بيحبش التغيير او ان هو يغير في نفسه، لا هتلاقوه كده روتين، في روتين في حياته وما بيملش منه، هو كده شخص بيحب الروتين والنظام. طيب تعالوا بقى نكمل ونشوف الشخص ده مين. ممكن يكون الشخص ده شغال مهندس على فكرة، او بيحب يساعد، او شغله فيه مساعدة للناس، او هو بيحب يساعد الناس. تمام، يبقى فيه مهندس هنا، وفي ان شغله في مساعدة للناس، يعني بيدي استشارات مثلا قانونية، استشارات نفسية، استشارات في اي حاجة، المهم ان شغله فيه مساعدة، استشارات طبية، او هو من طبعه ان هو بيحب يساعد الناس. طيب كمان الشخص ده ممكن يكون شغال مهندس زي ما قلت لك، يعني بيحب ان هو مش بيحب، هو شغله كده مهندس، او هو بيحب انه يصلح من نفسه ومن غلطاته، يعني يحط اكس كده مثلا على الحاجة الغلط اللي هو عملها في حياته وبيصلحها، ما عندوش ابدا حتة ان انا صح في كل حاجة، لا ولو عمل غلط بيصلحه على طول، ولو حد قال له الحاجة دي غلط او الحاجة دي فيك مش كويسة، بيحاول يقعد مع نفسه يصلح العيب اللي فيه ده. تمام، يعني هو حلو جدا. طيب كمان الشخص ده في توافق ما بينكم، وانت الشخص ده هو في محيطك وانت حاسس ان هو في توافق ما بينكم، انا مش عارفة ليه حاسة ان الشخص ده انت معجب بيه وهو معجب بيك، وبتتكلموا مع بعض بس ما فيش بينكم اعتراف، لان الشخص ده انا شايفة ان في توافق، قدام في توافق كمان انت تعرفه وهو يعرفك، في توافق، في كلام مشترك ما بينكم انتوا الاتنين، في تبادل، تبادل اراء، يعني انتوا الاثنين زي فاهمين بعض، انتوا الاثنين كلامكم زي بعض، انتوا الاثنين بتحبوا حاجات زي بعض، يعني في حاجات مشتركه كثيره بينك انت وهو. تمام، طيب كمان الشخص ده شخص متزن عاقل، عنده الطاقه الانثويه بتساوي الطاقه الذكوريه، زي ما قلت لك ما بيقبلش الخساره خالص خالص خالص، بيفكر كتير قوي، او هو طول حياته وطول وقته بيشغل دماغه بالتفكير، يعني بيتعب دماغه وبيتعب ذهنه في التفكير في كل حاجة، وانت طبعا 24 ساعة بيفكر فيك هو، لان طلع لي اول كارت بيفكر فيك. تمام، هو بالنسبة لدماغه وبالنسبة لشخصيته، شخصيته ناضجة، يعني شخص تعرف تاخد منه النصيحة كويس جدا، شخص ناضج جدا. ولو دي بنت، يعني بيسمعني شاب، فالبنت دي هتلاقيها ملكة كده، يعني برنسيسة في نفسها،
ودايما الشخص ده عامة اذا كان شخص ولد يعني شاب او بنت، الشخص ده دايما بيبقى عنده رغبة ان هو يعثر على الحقيقة، يعني بيدور على الحقيقة بأي اي مجال، بيبقى يعني هو شخص فضولي قوي، بيبقى عاوز يعرف الحقيقة، ما يهدلوش بال زي كده. انا بقول لك هو بيفكر كتير، هو ما يهدلوش بال غير لما يعرف الحقيقة حوالين الحاجة اللي هو بيفكر فيها. طيب، وعلى طول مستمر ان هو يغير في نفسه. الشخص ده عنده وضوح عقلي ناجح جدا في حياته، عمل انتصارات كتير، قدامه كان قدامه فرص كتيرة، أو قدامه مش فرص، قدامه عقبات كتيرة إن هو يقف عن اللي بيعمله، بس هو مكمل في طريقه. زي ما قلت لك هو ما بيحبش الخسارة، الحاجة اللي عاوزها بياخدها. طيب، كمان هو بس محتاج شوية مرونة، يعني هو محتاج شوية مرونة في التعامل، أو إن هو يعرف يعني إيه مرونة. يعني ممكن يبقى دماغه ناشفة حبتين الشخص ده، يعني معلش ما مش هنقول كله حلو، يعني الشخص ده عنده روحانيات عالية جدا جدا جدا، وبيحس بالأشخاص وبالأشياء اللي حواليه، يعني يعرف الشخص من بعيد ويعرف الأشياء ويحسها، بيحس بكل حاجة، هو عنده حتة الحس دي قوية. وكمان زي ما قلت لك الشخص ده روحاني وقريب من ربنا قوي. طيب، أقول لكم بقى الأبراج اللي طلعت لقينا إيه. ممكن يكون الشخص ده من برج السرطان أو من برج الجوزاء، ممكن أنت أو هو على فكرة، ومش لازم الأبراج، أهم حاجة إن السيناريو القراءة ماشي صح. تمام. طيب، تعالوا نشوف لكم كده الشخص ده ممكن يبقى شغال ايه غير مهندس. ممكن الشخص ده يبقى شغال ايه غير مهندس، ممكن يبقى شغال حاجة ليها علاقة بالمال، يعني محاسب مثلا في بنك، او شغال دكتور، او مهندس معماري، او شخص صاحب سلطة، يعني ضابط مثلا، او هو صاحب سلطة، عنده شركة، عنده حاجة هو اللي مسؤول عنها، او ممكن يكون هو شغال في شركة حد بس هو المدير. فاهميني؟ يعني شخص مش قليل، لا شخص كبير، مش كبير في السن، كبير في المكان اللي هو فيه، في الوظيفة اللي هو فيها، كلامه بيتسمع. تمام كده. طيب، احنا كده قلنا مواصفاته او الحاجات اللي تميزه، وكمان قلنا ممكن يكون الشخص ده شغال ايه. تمام كده. ممكن كمان يكون الشخص ده من برج الحمل، طلع تاني معايا، فقلت ايه اقولها لكم. يا الحمل، يا الجوزاء، يا السرطان. طيب، انا كده خلصت قراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب، بس بصبركم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.